فكرة يا مدام زهرة، حاج فرج يعني واخد على خاطره من حضرتك على أساس يعني إنك أنتي ما زورتيهوش ولا مرة من بعد الطلاق. بيقول إن كان في بينكوا برضه عيش ومل. هو الحاج لسه بيفكر فيا؟ يفكر؟ طب ده أنت يا مدام زهرة يعني اللي يعرف حضرتك مش ممكن ينساكي. مش للدرجة دي. لا لا والله للدرجة دي. طب ده أنا يعني أنت إيه؟ بصراحة أنا نفسي مش قادر أنساك يا مدام. كتر خيرك. بس أنت تقدر تقول الجملتين دول قدام الحاج؟ ما هو الحاج بقى يعتبر ماضي دلوقتي. يعني إيه؟ مش فاهمة. يعني حضرتك عارفة إن الأمل في خروج الحاج بقى ضعيف أوي. وبعدين؟ اعذرينا يا مدام، أنا آسف يعني، بس أنا الصراحة خايب أوي وما بعرفش أتكلم في المواضيع دي. يا ريت حضرتك تفهميني بقى يعني. أنا فاهمك كويس أوي. أنا هساعدك في اللي أنت جاي تقوله لي. أنت جاي تقول لي إن أنت عايز تتجوز، صح يا أستاذ منتصر؟ صح يا مدام زهر، بس أقسم بالله إن الموضوع ده جوايا حتى من قبل الحاج ما يفكر يتجوزك. استاذ منتصر انت بجد عريس لقطه، بس يا خساره بقى. اللي سبق كان النبأ، ويا ريت اللي سبق ده اي حد. ده حد ليه مكانه جامده قوي جوه قلبي. اللي هو مين يا مدام؟ انت تعرفه كويس. ماجد؟ ها، دي لسه بتفكري فيها يا مدام زهرة؟ ما فكرش فيه ليه يا استاذ منتصر؟ يعني المعلومة اللي عندي انه خلاص ما بقاش يفكر فيك. انت قابلته؟ وعارف كل حاجة عنه. زي ايه؟ زي مثلا انه مرتبط بواحدة خواجاية في بلاد بره. انت متأكد؟ يا مدام دي اول مرة تعرفي منتصر ولا ايه؟ منتصر ما يقولش اي معلومة إلا إذا كان متأكد منها. على العموم يا أستاذ منتصر، أنا مسألة الجواز دي مأجلها دلوقتي خالص، ما بفكرش فيها. أمال حضرتك يعني عدم المؤاخذة اتطلقتي من الحاج ليه؟ عشان كنت عايزة آخد حريتي، ولو فكرت في يوم أيام أتجوز تاني أنا اللي هختار، ومش هاخد أي راجل يشتريني بفلوسه. الحمد لله أنا ما معيش فلوس زي ما أنت فاكرة. ومين قالك انا بتكلم عليك انت؟ انا بس بقول لك قراري عشان تعرف ان مفيش في دماغي غير شغلي وبس. ايوه مدام، هو بالنسبه للشغل ده لعبتي بقى، وعلى يدك اهو انا ماسك شغل الحاج وبدوره بما يرضي الله. الصراحه انا اشهد لك بكده، بس معلش بقى يا استاذ منتصر، اصل انا احب ادور شغلي بنفسي. ايه يا عم ماجد، ايه الحكايه بالظبط؟ يا عم الجدع اللي اسمه منتصر ده فات عليا وقعد يعني، حسيت ان هو بيجرجرني في الكلام عنك وعن زهرة كده. هو في حاجة منكم ما اعرفهاش ولا ايه؟ ما تصرحني يا ابو الكباتن. اشوف زهرة فين يا فريد؟ هي من ساعة ما كانت معانا لا كلمتني ولا سمعت عنها اي حاجة. لا لا خالص، ولا حتى قالت لي هي مشيت ليه. امال الجدع منهزم ده كان عايز يعرف ايه؟ لا ما تخافش على اخوك صايع برضه. انا معلم قلت له ان احنا اساسا ما بنتقابلش خالص اليومين دول. اه والله قلت له، بس بنسأل على بعض في التليفون. بقول لك يا ماجد، اوعى يكون في حاجه بينك وبين زهره وانت مش قايل لي، ازعل قوي. يعني اقرب انا يا حبيبي يا ماجد؟ عموما انا فوت عليها في الشركه من اسبوع تقريبا ما لقيتهاش، قالوا لي مسافره، بس ما اعرفش مسافره فين. لا انا هروح لها تاني، ما انا لازم افهم هي ليه سابتنا وسافرت فجاه. يا سيدي اعمل اللي انت عايزه. ماشي يا فريد، اشوف وشك بخير، سلم لي على مامتك. مع السلامة يا كابتن. يا ولد اللعيبة، هما ايه فاكريني لابس شورت ولا ايه؟ ما انا عارف ان انتوا زحلقتوني في بيروت، بس انا بقى وراكي وراكي يا زهرة.
امال فين محامي المستأنف؟ ما حضرش الجلسه يا سياده الرئيس، وبناء عليه انا بطلب شطب الاستئناف سعادتك. قررت المحكمه شطب الاستئناف لعدم حضور المستأنف او ما ينوب عنه، واعتبره تاركا استئنافه للشطب. رفعت الجزم. الف الف مبروك يا مدام زهره. الله يبارك فيك يا استاذ رفعت. فوزي اديله الشيك بتاعه. اتفضل يا استاذ رفعت. معلش يا مدام زهره، انا بصراحه بحب اخد اتعابي كاش. انت بتتكلم فيها يا استاذ رفعت؟ اشرب قهوتك يا راجل، شيكات مدام زهره مضمونه، وهتروح البنك هتلاقيها الصبح. معلش يا فوزي، الاستاذ برضو عايز يضمن حقه. عندك مانع تستنى لبكره ان شاء الله ونديك الفلوس كاش؟ ايوه مدام، بس احنا اتفقنا النهارده كنت اخد المبلغ. خلاص يا سيدي، خلي الشيك معاك ضمان لحد بكره، وفوزي يديك الفلوس كاش وياخد الشيك منك. بس في حاجة كده هنعملها من باب الاحتياط يعني. هي ايه يا فوزي؟ وبعدين يا متر، قبضتك 100,000 جنيه يا حاج، تحب احطهم لك في حسابك في البنك؟ خليهم لك، هعمل بيهم ايه؟ المهم ناوي تعمل ايه بعد كده؟ قدامنا 60 يوم عشان نجدد الاستئناف من الشطب يا حاج، انا مش هجدده دلوقتي. ليه؟ شوف يا حاج، المحامي بتاعها طبعا هيروح يسأل زيادة في الاطمئنان إذا كان الاستئناف اتجدد من الشطب ولا لأ. أنا بقى هستنى لآخر يوم في المهلة، اليوم 60، وهروح أجدد الاستئناف من الشطب وحدد جلسة جديدة لا زهرة ولا المحامي بتاعها يعرفوا عنها أي حاجة، زي ما أنا مخطط بالظبط. أهلا يا باشمهندس. الله، افتكرتيني على طول كده، ما تنسيش أنا. طبعاً عايز تقابل مدام زهرة. هي موجودة ولا إيه؟ آه. الباشمهندس فريد، اتفضل. تعالى اتفضل يا باشمهندس. ايه ده استاد القاهرة ده ولا ايه؟ صباح الخير. صباح النور. بالله على السلامة، ولو اني واخد على خاطري منك. زعلان مني ليه؟ معقولة تسافري وتسيبينا فجأة كده؟ ده احنا كنا هنتجنن عليكي. طب ما تزعلش، تعالى اتفضل اقعد. معلش بقى، اصل انا جالي تليفون مهم جدا من تركيا، اصل عندي هناك عملاء كتير قوي، وكل سنه وانت طيب، بقى رمضان قرب لازم اروح اجيب لي يميش. انت بالصحه والسلامه. بس انا نوال قالت لي ان انت كنت في لبنان. اه، اصل انا كنت قايله لها محرج عليها تجيب سيره، اصل عندي هنا منافسين كتير قوي في مصر، لو عارفوا حاجه زي كده تضرني. الله، طب مش كنت تقولي كنا عملنا معاكي الواجب في المطار؟ اصل انا مسيطر هناك، ليا معارف كتير قوي. والنبي مسيطر هناك وهنا كمان. اصل ما كنتش اعرف. تشرب ايه؟ اخد شاي سكر بره. ايه ده، حلوه السكر بره دي. عينه نوال، من فضلك عايزه شاي والسكر بره والقهوه بتاعتي. ميرسي قوي يا نوال. طيب انا بنت اللي سكر، لعلمك انا عيلتي فيها ناس واصله قوي. ولا يهمك، الجايات اكتر من رايحات، على الاقل اعرف استفيد منك. اه وماله؟ الا انت ما كلمتيش ماجد من ساعتها؟ لا، هو كلمك؟ امبارح، كلمنا امبارح. اصل الجدع اللي اسمه منتصر جالي المكتب، وقعد يسالني شويه اسئله كده عنك وعن ماجد. وايه المناسبه يعني؟ انت قلت له ايه؟ وانا هقول له ايه؟ وانا اعرف حاجه يا حسره؟ انا مش فاهمه، مفيش اي حاجه بيني وبين ماجد، مش فاهمه مصرين ليه يعني. ويعني شاكك ان في حاجه كده يعني. انت كنت معانا شفت حاجه؟ انا حتى سمعت ان هو مرتبط. ايه ده؟ من اخته؟ لا، في ناس تانيه كتير قالت لي. طب وانت؟ مفيش مشاريع قريبه؟ اه، بفتح سوبر ماركت جديد. سوبر ماركت؟ هو انا عايز اشتري بسطرمه؟ انا قصدي يعني مفيش مشاريع جواز. لا، انا خلاص اتجوزت شغلي. طب ولو جالك عريس وهو مناسب قوي توافقي؟ انت جايب لي عريس ولا ايه؟ عندك مانع؟ قلت لك خلاص اتجوزت شغلي. اخلعي، ولا مفيش فايده؟ انت في حد موسطك؟ ماجد يعني؟ هو يعني مفيش غير ماجد؟ اصل هو اللي كان عايز يتجوزني يعني قبل ما الحاجه فرج يتجوزني. لعلمك بقى، لو كان الموضوع ده لسه في دماغه كان فاتحك فيه. عندك حق. هو ماجد عمره ما اتكلم معاك في الموضوع ده يا باشمهندس؟ ماجد ايه؟ ما تنسي ماجد بقى. انا بصراحه جاي اتكلم عن نفسي. على فكره انا عندي ليك عروسه كويسه قوي. ايه رايك في نوال؟ نوال؟
السكرتيرة؟ ها؟ طب سكي على الشاي بقى. قفلت الموبايل. هي مش عارفة رقمك ولا إيه؟ طب أجرب أنا من تليفوني؟ قفلت الموبايل خالص. يبقى أكيد عندها اجتماعات مع العملاء. عملاء؟ هو عميل واحد يا متر. يا بنت عميل واحد إيه؟ ده عندها عملاء كتير جدا. من تركيا وسوريا ولبنان. وأنا بقول لك هو عميل واحد. جرى إيه؟ مالك يا سي فوزي؟ أمال بيقولوا عليك ذكي وتجيبها وهي طايرة. يا ست أنا عرفت أجيبها وهي ماشية لما أجيبها وهي طايرة. أنا كنت عايز أخد رأيها في شغل متعطل. ما تتصرف يا أخي. أنت مش معاك توكيل منها؟ أيوة معايا توكيل وكل حاجة، بس لازم أخد رأيها لأن رأيها مهم، ودي صاحبة المال وما خاب من استشار.